شو تنسنيستي اليوم ماهيش على فنان تونسي، تنسنيستي اليوم على فنان جزائري اللي هو موح ميلانو. نقولوا له مرحبا بك في تونس، نورتنا. العصفوره قالت لي راهو هوني جايان في شوبينغ خاطر هو عنده حفله ان شاء الله نهار السبت في الحمامات، جايين باش نسالوه على سر النجاح، غنيت ما شافوهاش وشنيا جديده وكيفاش يشوف في تونس. وكالعاده كالعاده كالعاده جملتي الشهيره الله لا يقطع لكم منها عاده، انبوسكم بوسه مرصوصه من عند نوسا. نطلع تطلية نحكي كم شمو وردية، نسرع اللي نحب ولا نعمل في الشغب، ولا هاني دي بلب في الشارع، نستن بالكتارة الميكروب السنارة، واللي يحكي مع نوسا ظهرك كم موسى قطوسة والخبش مش حامل الوادي يعمل. عسلامة عسلامة بي، تسمع بها غنية ما شافوهاش؟ ندور شوية قدام الكاميرا. ما شافوهاش هذي ما شافوهاش، مش قلت لي طبعا ما نسمعش عربي؟ هذو ما نعرفهم خاطر معروفين وديما نلقاوهم يعني. On les voit souvent du coup c'est certainement plus facile de les connaître. شنو تقول هي الأغنية؟ ما شافوهاش. هذي ما شافوهاش ما نعرف شيء من الباقي. دي بار صعيب. لا لا لا. باش اسمك أنت؟ ياسمين. وأنا اسمي نوسا. Enchanté. ميرسي. محليك. ولد هي هيك تو سي تمانيفي. عسلامة باهي. تعرفوا أغنية ما شافوهاش؟ اي باهي. تنجم تغني لي منها شوية؟ ما شافوهاش هذي ما شافوهاش، دي طار صعيب واحنا زيرو ما عندناش. شنو هو اللي صعيب؟ ديتار. باهي قول لي، تعرف شكون يغني فيها؟ لا. اوكي انا نقود لك ونقول لك اللي يغني فيها قاعد هون يقضي. شنو تقول لي انت؟ خليه يشري في حوايج. ندخل نتصور معاه. كي نسالك على الفنان موح ميلانو، تعرفه ولا؟ اي نعرفه. شنو يغني؟ ما شافوهاش. اون فا. اي وشنو كيفاش الاغنيه؟ تنجم تقول لي منها شويه؟ لا مانيش حافظها، والله ماني حافظها. هذيك ما شافوهاش، هذي ما شافوهاش، حوار صغير. شنو مانيش حافظها. لا لا الكلمه اللي قلت. بعد حوار. حوار صعيبة. كان قلت ما تعرفوش خير. بي كان قل لك موح ميلانو تعرفو؟ لا. بي كان قل لك غنية ما شافوهاش؟ نعرفها. تعرفها الأغنية؟ آه. ما تعرفش مولاها؟ لا. نجم تقول لي منها شوية؟ الأغنى ما شافوهاش، هذي ما شافوهاش، بعد ما نعرف. إي دي بار صعيب. وإحنا وإحنا الزيرو معنا. لا معرفش. لا حد غادي ما شافوهاش هكا، مش لازم نشوفوها. ميرسي. هكا غنية ما شافوهاش هذي ما شافوهاش هذي ما نعرفها. اي وش تقول من بعد ما شافوهاش؟ والله هذي يعني. دي بار صعيب. اي هكا. هكا. لما حنا ديما نعمل تيك توك عليها ما نعرفش بيان بيان الغنية. اي يعني. يعني انت يعني الاغنيه تعرفها؟ اي الاغنيه معروفه على الاخر، وتوانسه الكل سجاجي ما يسمعوا فيها ويعملوا تيك توك عليها، لكن الفنان ماهوش معروف برشا، الاسم نتاعو غريب شويه. موح موح موح. باهي هو نهار السبت يغني في الحمامات. تتوقع يعني سهرته ناجحه ولا؟ نتوقع ناس كل الجمهور كامل يسمعها، نتوقع باش يعبي لا مش عبي المكان. هيا مدام مش قلت لي عرسي على قريب ان شاء الله. هيا يقضي من هنا نحصرون عدو طول السنه. انا عديو توا. نعم بوزيك شال ربي هني. يعيشك. نقولوا مرحبا. مرحبا بي، مرحبا بينا عندكم، ورانا في لاتونيزي وصافي بليزير. نورتنا موح ميلانو في تونس. الله يعيشك ميرسي بوك. بيسي قبل كل شيء شنحوال الجزائر؟ حوال الجزائر كيما راهو كامل العالم، كوفيد رانا طيحة ونوضة وإن شاء الله يرفد علينا ربي الوباء وتسلك على خير. رجعتوا تخدموا في الجزائر؟ رجعت مثلا فما حفلات فما حاجة؟ نقصوا ليكا ماشي كيما كانوا، مي إن شاء الله الحمد لله إن شاء الله الحمد لله كان. مرحلة وتتعدى. باهي اللي باش نسأله لك، شنية سر النجاح غنية ما شافوهاش؟ ما كاش غير أغنية ما شافوهاش اللي ناجحة، عندي بزاف غنى ناجح. السر تاع نجاح اغنيه مش نامبورت اغنيه، ماشي ما شافوهاش، نامبورت اغنيه سر النجاح تاعها يكون بالخدمه وتكون الاحساس وتكون انت كاتب هذه الاغنيه.
انا كي عملت ريشيرش لقيتك انت اللي كاتب البارودي نتاع ما شافوهاش، دونك يعني هي اكيد حاجه مكتوبه من القلب باش توصل للقلب، وهي وصلت برشا قلوب في العالم الكل، مش نقولوا كان في تونس ولا في الجزائر. اسكو الحكايه دي تحكي عليك انت ولا عندك صديقك ولا حاجه شفتها قدام عينيك باش وصلت كتبت البارودي هذاك؟ سي نورمال الحكايه عليا، هذه حكايتي نخصتها في اغنيه فاصل واحد اخرى درت فيها لا جوا ودرت فيها لا تريستاس بار اكزومبل، في الكوبلي كاين لا تريستاس، في الريفران كاين لا جوا، فوالا شغل تسمى الدنيا فرحه وهموم، هي حكايتي هي حكايتي. لكن محلي الانسان يصنع من الضعف قوه، سي نورمال سي نورمال بيان سور، الواحد اللي ما يسوفريش واللي ما اللي ما يتعبش واللي ما يواجه صعوبات في حياته ما يقدرش يلحق وين هو حايب. باهي اللي باش نقولوا لك ساعة مرحبا بك في تونس مرة أخرى، نحب النسنس، علاش جيت لتونس؟ جينا لتونس عندنا إن شاء الله، عندنا حفلة إن شاء الله صامدي 28. باش نقولوا نحن كي نقولوا تزاير نقولوا شاب خالد شاب مامي، الأسامي هذيا أنت شكون من الفنانين اللي تحس روحك متأثر به بالصغرى؟ نحب شاب خالد، نحب شاب خالد فوكالمو أداء وموسيقى، ونحب شاب حسني إحساس، ونحب شاب مامي عالمي. عندنا بزاف لي شونتور. شاب عقيل. شاب عقيل الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه، وي. باهي شكون باهي من الرابوريت التوانسه اللي تحسوا ولا من الفنانين التوانسه تحسوا قريب لك انت في الستيل نتاعك، اللي تنجم مثلا تتفاهم معاه وتخرج اغنيه تكسر الدنيا. هي تقدر تفاهم مع كاع لي شونتور، كاع لي رابور، ماشي لازم يكون في لو ستيل تاعك. مي كل واحد وعنده ستيل تاعه، ونحب بزاف لي رابور في تونس، نحب. نجم الكل مثلا تعمل معاهم ديو، ما عندكش واحد تقول عليه لا. الفيتورينغ سي كوا؟ واحد يزيد لواحد، كنكونوا كيف كيف في الستيل ما ديرها وحدك خير. هاي معلومة باهية هذه ما نعرفهاش، باهي باش نسكروا الروبورتاج هذا المحلية الخفيفة نضيف على قلوبنا. شكل الضحكة يا ربي ما شافها، ما تضحكيش راه في روبورتاج قبل لاباريان. بينا وحدي، مش تضحكها في بلايص أخرى. خلاص ليك ماشي مشكل. باهي. حبيبي. نشوفوا عليها. عبدو الغالي هذاك، باهي قول لي عندك أغنية جديدة؟ ان شاء الله عندي بزاف برشا غنايات جدد. لا اعطيني اقرب وحده باش لانصيها. اقرب وحده ان شاء الله راح تكون لا صورتي نهار الاحد ديمونش، انا عم نكونوا لو 29 ان شاء الله. واسم الاغنيه؟ اسم الاغنيه دغري دغري دغري، حبي يقول قباله كيما تقولوا طول نتوما طول طول ديريكت فوالا. وعلى شنو تحكي؟ نفس ستيل في ما شافوهاش؟ لا صورتي ديمونش ان شاء الله. جملة هكا طرف ضو ولا باهي ميساج يا خويا، خلينا شادين يدينا بالقديم. ابوني بو ماني وخايبة ابوني بو بطالة.